واي ولا نهار واحد الحاجه واش نتوما ما كتبعوش وهي ضربتو مصريفه ضرب لكم ديك الفيديو 200 كضرب لكم يعني حاولوا ديروا شي محتوى زوين حق شهر 7 ولا شهر 9 وهما مضاربين وهما ما كيتلاقاوش يعني هو بجي وهي بجيها وفي داك الاوديو من تشد اسامه بحال قال له انا غادي نجلس مع المدام وبنادم كيتفاش فرشه مورا فرشه ومعوض لي يقول راني عاقب هي ما نبقاش نكذب على المتتبعين كيزيد هو كيكمل داك التبريش ديالو وكيكمل في داك الهدوء ديالو وكيسحبوا يعني الناس راه حمير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني المغاربه اخواتي المغاربه مرحبا بكم في فيديو جديد. فالله فيديو الخوت غادي تكون الضربه القاضيه او الحلقه الاخيره ديال مسلسل كوب المكناس اللي اخوتي اول كثر من سامحيني يعني كان سامحيني هو اطول مسلسل ولكن كوب المكناس خلى له في قال له انت ما كتعرف والو. علاش الخوت؟ حيت يعني كنشوف دوك الناس ما كيشبعوش دوك الناس الخوت يعني لا حول ولا قوه الا بالله. واحد الناس الخوت اللي باش نقول لكم يعني راه ترى بزاف الخوت وحق الرب حنا ميكنا على داك الموضوع حقيقه ما بقيناش كنلوح فيديوهات عليه وبرنا واحد المده. علاش؟ حيت اقسم بالله انا يعني انا عندي شغالات خدام على راسي يعني ما كنساليش على داك الموضوع وثاني حاجه يعني حماض ولا موضوع تافه ويعني وحق الرب يعني كيجيك الميلاد ما تعرفش تعطيه قيمه داك الموضوع دير عليه شي رياكسيون ولا تصور عليه شي فيديو يعني اخوت وحق الرب لا حماض وش بزاف ودوك الناس الخوت ما بغاو ويشبعوا وما بغاو يتقوا الله في ريوسهم وما يبقاوش من داك الكذوب ديال المتتبعين من هاد 5 الفرشات اللي تفرشوا. فهذا فيديو الخوت كوب المكناس اقسم بالله انا غادي ندعي الله باش ما يشافش هاد الفيديو هذا حيت غادي نفرشوا الفرشات كاملين والعدد الاجمالي اللي تفرش فيهم. اول فرشه الخوت تفرش كوب المكناس هو فاش مشى لعندنا نسابو قال لك ما ضيفونيش ومشيت عندهم وخلوني بحال الكلب في الصاله وهما خلوا في الكوزينه وما داوهاش فيه وخرجت مراته قالت لك لا حنا ضيفنا ودرنا له الفيزا ولكن هو غدرنا وخلانا دخلنا للكوزينه وصور داك الفيديو. ثاني فرشه الخوت هي الفرشه ديال العرس الاسطوري اللي قال لك غادي يتزوج وصدق السيد ما غادي يتزوج ما حتى شي حاجه وبقى كيسرق الفيديوهات ديال الناس ودوك الناس الخوت اللي بقى في الحال علاش ما دعاوهش وعلاش ما داروش معاه شي اجراءات قانونيه باش داك باش نيتي دار عقله وما يبقاش يدير بحال داك التفريش هذاك. حنا فاش كنا كنهزو الفيديو ديالو غير بالضحك كندرو عليهم رياكسيو وما حملناش ومشى ضربنا مخالفه هو مشى هز فيديوهات ديال عباد الله ولاحهم في القناه ديالو وداك الناس ما داروا حتى شي تحرك وما حتى شي حاجه وحنا بالعكس بغينا دوك الناس يتحركوا ويوقفوا عند حدو باش يحيد منه داك التبرعيش. علاش الخوت؟ حيت مشى سرق فيديوهات ديال عباد الله الاعراس ديال عباد الله وناس محافظين ولاحهم في القناه ديالو قال لك هذا العرس ديالي وباش غير فاطمه الزهراء وبلا ما نكون متفقين يعني فاطمه الزهراء راه كانت متفقه مع ديك المسرحيه وكانوا دايرينها هما وياها. ثاني فرشه الخوت هي ثالث فرشه الخوت عاوتاني ديال العرس الخوت ليلة الحنا عاوتاني سرق عاوتاني واحد الفيديو هنايا هنا في طنجه ولا في شي مدينه هنايا في الشمال شي عريس مالي داروا له ديك ليلة الحنا وصوره ولحوها في اليوتيوب مشى السي مراد هزها ولحها في القناه ديالو قال لك ديك ليلة الحنا ديالي انا تفرش الفرشه الثالثه. ومع ذلك بنادم كيشوف راسو غادي وكيتفرش وغادي مكمل في ديك ليلة ديالو اقسم بالله هذا الشيء ما بغاش يدخل لي لعقلي وبنادم كيتفرش فرشه مورا فرشه ومعوض لي يقول راني عاقب هي ما نبقاش نكذب على المتتبعين كيزيد هو كيكمل في داك التبريش ديالو وكيكمل في داك الكذوب ديالو وكيسحبوا يعني الناس راه حمير. ولكن فعلا يعني الناس اللي مابونين في القنوات ديالهم يعني واحد الناس اللي عقولهاش نقول لكم يعني عندهم عقول ماشي هادفه يعني عقول كتفكر غير في الخاويز وكتشوفوا السيد كيكذب عليكم المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه ومع ذلك متابعينه. هذوك الناس اول حاجه ما كيعرفوش حاجه سميتها القناعه ودوك الناس ما كيشبعوش بصفه نهائيه يعني وغادي في دوك المشاكل وفي الاساس كتدخل هما غادي يبقاو غاديين هكا حيت الناس كتابعوهم. وشاهد فرشه الخوت فاش تفرش هو فاش هز واحد الفيديو ديالو قديم فلاشي ولاحقوهم وقال لهم راني مشيت عند فاطمه الزهراء والناس اللي كتابعوه هما اللي فرشوه. الناس اللي كتابعوه قالوا له هذا الفيديو هذا ديجا تفرجنا له عندك هذه واحد 9 شهور هذه واحد 9 شهور فاش مشيتي انت ومراتك للباديه ولاتي حطيتيه هنا. الناس اللي كتفرجوا فيه هما الناس اللي فرشوا فيه هذه ماشي حنايا اللي فرشنا اليوتيوبر. الناس اللي كتفرجوا فيه هما الناس اللي فرشوا يعني فيديو قديم دايروا له في القناه ديالو ولا هزوا ولا راحوا المره الثانيه وسحابوا الناس ما غاديش يعيقوا به يعني راه هذا الشيء راه بزاف. وجات حاجه الخوت الفرشه ديال نعيم فاش تلاقاهم هذاك السيد حتى هو راه كيهضر عليهم قال لك الخوت كنهضر معاه في الواتساب وبين واحد الفوكا ديالو قال له غادي نتعشى وغادي نجلس مع المدام وحنايا اخوتي كنعرفوا فاطمه الزهراء مورا بالضاربين يعني الخوت راه هذاك الفرشه يعني راه اكبر دليل قاطع بانهم متفقين وكيستحمروكم والناس الخوت ما بغاتش تفيق وما بغاتش تعيق الخوت بدوك الناس يعني راه بزاف وحق الرب يبغي النهار واحد الحاجه واه يبغي النهار واحد الحاجه واش نتوما ما كتبعوش وهي ضربتو مصريفه ضرب لكم ديك الفيديو 200 كضرب لكم يعني حاولوا ديروا شي محتوى زوين حاولوا توعيوا الناس وما تبقاوش غاديين في ديك التفاهه ديالكم. علاش حنا كنهضروا؟ حيت
الناس باش كتبغي دير شي محتوى زوين كنلقاكم نتوما معمرين داك اليوتيوب ومهم الخوال الخاوي ماشي غنتوما نتوما وديك هذا حاسي وداك التخربيق الاخر يعني ما بغيتش انا نهضر على كل شيء يعني كنلقاكم نتوما معمرين يعني ديك اليوتيوب يعني بواحد الحاجه اللي تافهه وحنا باش نطلعوا جينا خصنا نبقاو حتى حنا نكونوا تافهين ونبقاو ديك الهضره يعني اللي ما عندها حتى شي علاقه باش نطلعوا القنوات ديالنا باش نوريو نربحوا حتى حنايا يعني الشركه ديال يوتيوب علاش دارت اليوتيوب اصلا دارتو باش الناس تبين المواهب ديالها باش الناس تبدع الناس دارتو باش شي واحد ما قادرش يوصل للفازه يدير قناه في اليوتيوب ويبقى يحط فيها فيديوهات يبين على الموهبه ديالو ماشي دارتو باش غادي تبقاو انت ومراتك ولا انت وراجلك تبقاو تشدوا دراسكم ومضاربين سنو المحكمه غادي تحلوا المشاكل ديالكم شنو الفائده باش كتشد فيديو تتصور فيه 27 دقيقه 21 دقيقه تبقاو طا 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 تيل باش كيسالي الفيديو كتلقى راسك ما استفدتي ولو جمله مفيده كتلقى راسك ما استفدتي حتى شي جمله مفيده يعني الخوت راه بزاف وحق الله الناس الخوت راه ما واعش راسها راه هي الناس اللي ما واعش راسها راه ما كاينش شي واحد اللي غادي واعي هذاك الشيء علاش يعني خوتي تتفرج واش 5 درجات ومازالين غاديين فيه ومازال غادي يبقاو هكا والحمد لله الخوت هما القنوات ديالهم راه بقاو كيطيحوا بنسب المشاهده يعني الناس النص الكبير عاقبيهم وتاليك فاطمة الزهراء مابقاش كضرب ديك المشاهده اللي بقات كضرب علاش حتى الخوت عاقوا بهم غير كيستحمروا في الليل وغير كيكذبوا على ودايرين خطه بيناتهم كيكذبوا على عباد الله داك الشيء علاش وبنادم ما نخش خاصو يوعى ويعرف شنو يتبع واش الخوت هاد المشاكل هادو ديالهم راه ما كيتسالاوش هما دوك الناس ما كيشبعوش وكيبغيو يربحوا غير راسهم وحنا يكون نجيبو شي فيديو ديالو ونحطو في لاشين ديالنا اقسم بالله حتى نضربو وما غاديش يعقلوا علينا ها باش نقول لكم الخوت شنو كاين داكشي علاش باش كنقول لكم حاولوا تبعوا شي محتوى زوين ودوك الناس الخوت راه يعني تفرشوا يعني تفرشوا الخوت شي فراشات ما هي وحده ما هي جوج ما هي ثلاثه ما هي اربعه ديما كيتفرشوا ديما كيديروا شي بلان كيتفرشوا فيه ديما كيديروا شي بلان كيتفرشوا فيه والناس الخوت باقا متبعاهم باقا متيقاهم يعني ما فهمناش الخوت راه قرب المهم الخوت في هذا الفيديو هذا اش نقول لكم حنايا خوت هضرنا وحاولنا عاوتاني نبينو لكم الفراشات اللي تفرشكو بالمكناش وشحال من مرة تفرش باش توعيو وما تبقاوش تعودو تفرجو فيهم ولا يعجبكم هاد الفيديو الخوت بارطاجيوه مع الناس اللي كتفرجو بحال داكشي باش الناس تبعو تعرف شنو تتبع ولا تنسوش حتى لهاد الدقيقة الخوت كتبوليا شي كومنتار زوين وبيس ليكم كان معكم خوكم ايمن العثماني بيس